معارك على أشدها أشبه ما تكون بمعارك طحن العظم كما يصفها البعض، يسعى فيها النظام للسيطرة على طريق الكاستيلو شمالي حلب لمحاصرة مئات آلاف المدنيين في المدينة وسط صمود أسطوري للثوار على جبهات القتال، ليشن الثوار هجوما واسعا منتصف الليل على مواقع النظام في منطقة الملاح المتاخمة لطريق الكاستيلو. تمكنوا في الهجوم من قتل وإصابة العشرات في صفوف قوات النظام والمرتزقة الأجانب المساندين له، بالإضافة إلى تدمير مدفعين ورشاش وقاعدة صواريخ كانت تستهدف سيارات المدنيين التي تنقل المواد الغذائية والطبية إلى حلب. في سعي للثوار لإبعاد شبح الحصار عن مدينة حلب وشريانها الوحيد، أكثر من 500 ألف نسمة تعيش في مدينة حلب المحررة. النظام يسعى جاهداً لقطع الإمدادات عن هؤلاء الناس، لقطع الطعام والشراب عنهم والوقود. غير بعيد عن طريق الكاستيلو ومنطقة الملاح، توسعت المعارك على جبهات ريف حلب الشمالي، فتمكن الثوار من تدمير دبابتين لقوات النظام على جبهة الطامورة قرب مدينة عندان، وعربة من نوع فوزديكا على تلة الشيخ يوسف بعد استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع. جبهة حلب هي أيضا لم تخلو من المعارك، حيث دارت معارك عنيفة على جبهة حي بني زيد، تمكن الثوار خلالها من استعادة السيطرة على عدة نقاط في الحي كانت تقدمت إليها قوات النظام قبل يوم واحد، فيما شهدت حلب القديمة اشتباكات فجر اليوم دون تقدم لأحد الطرفين. وفي ظل هذه المعارك لا يكاد طيران النظام وروسيا يغادر سماء المدينة وريفها، لتسجل أكثر من 100 غارة استهدفت معظم أحياء مدينة حلب، بالإضافة إلى عشرات الغارات الأخرى على قرى وبلدات الريف، ما أدى إلى استشهاد 8 مدنيين وإصابة آخرين في أحياء الصالحين والحيدرية والشعار والقاطرجي وسيف الدولة، واستشهاد 4 آخرين في بلدة بشنطرة في الريف الغربي. لتستمر المجازر والانتهاكات وتستمر معارك الكاستيلو وتحاصر مدينة حلب، كل ذلك في ظل هدنة معلنة من قبل النظام لم يرى منها سوى اسمها أو إعلان تمديدها ربما.